مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تحت الطبع نستعرض فيها أهم عناوين الصحف الصادرة غدا بإذن الله. ومعنا في جولة اليوم أهم عناوين الصحف الصادرة في جريدة الوفد غدا بإذن الله، ومعي في الاستوديو للتعليق الأستاذ عادل صبري الكاتب الصحفي بالجريدة. أهلا بك أستاذ عادل. أهلا وسهلا فندم. يمكن الموضوع الأبرز اليوم هو قرار مجلس الوزراء بتفويض وزارة الداخلية بالتعامل مع فض الاعتصام، وكان هناك تقريرا مفصلا في الصفحة الثالثة من الجريدة للسياسيين والمحللين حول كيفية فض اعتصامي ربع العدوية ونهضة. ونقرأ: فض اعتصامي ربع والنهضة مسألة وقت، وخبراء يتوقعون الضغط على الجماعة لتقديم تنازلات واللجوء للقوة خيار مرجح. تعليق حضرتك على هذا الخبر ايه النهاردة؟ أولاً هو التقرير اللي اتعمل واضح ان هو اتعمل قبل صدور قرار مجلس الوزراء، ان هو كلها ترجيحات من المحللين، وكانت جاءت من اتجاه واحد معظمهم من اليسار الاستاذ صلاح عيسى الاستاذ نبيل عبد الفتاح. لكن هو احنا قدام قرار مجلس الوزراء اليوم بتفويض وزير الداخليه في فض الاعتصام. وهذا للاسف الشديد لما نيجي نركز على قرار بهذا الشكل ولا انه مفوض حتى استخدام القوه. احنا بنقسم هذا المجتمع الى شعبين. لما نيجي بنفض الاعتصامات احنا بنفضها بالقانون، وصوت القانون بيتاكد ان من حق كل مجتمع ان اي حد يعتصم، وانه طالما وفقا للقانون يعتصم لتعبير عن حقه الشرعي في هذا الموضوع. ثانيا، انا لما اجي اقول انا يعني اقول ان المعتصمين في رابعه والنهضه، يبقى انا ميزت ما بين النهضه ورابعه ان هناك شعب في رابعه وشعب اخر في التحرير لا يمكن ان يسبق، مع ان التحرير مثلا ما فيهوش 30 40 واحد، لم يذكر التحرير على سبيل المثال، وانه مغلق حتى الان، هو معروف ان التحرير صوره البلد. لكن انا اقول ان انا لابد ولكن ليس هناك شكاوى من او بلاغات للنائب العام من الاهالي الموجودين في التحرير من تضررهم بوجود هذا الاعتصام. احنا عندنا مئات الشكاوى في التحرير من عند النائب العام السابق والحال، لان الناس دلوقتي عندنا شركات سياحه ما بتشتغلش، عندنا تجار ما بيشتغلوش، بنوك مهدده في المنطقه، شوارع مغلقه بالكامل، وسط البلد باخرات. في نقطه اخرى، ربما ان ميدان التحرير ليه رمزيه خاصه، يعني ميدان التحرير هو ميدان الثوره، ولكن عندما يخلق عده ميادين في مصر ستغلق الدوله والمرور راح يفتح نفس ميدان التحرير اللي قاعدين في رابعه، نقول لهم تعالوا ما تعطلوش رابعه، اقعدوا في ميدان التحرير. هنا هذه الاشكاليه، احنا امام اشكاليه كبيره، ان احنا نصنف المجتمع ده يتظاهر وده ما يتظاهرش، او ده بتاعي اللي انا بحميه في تحرير وده ما بحموش في رابعه، وان انا هنا بديله شوكولاته وهنا برمي عليه النار، ما ينفعش. احنا امام دلوقتي واقع قانوني، الحق الاعتصام مقفول لكل المواطنين. ثانيا، حق الدوله انها تامن الناس، انها تقول ان انا افض بالقوه، متى يفض بالقوه؟ الفض بالقوه يجب ان يكون عندما يستخدم احد الاطراف السلاح او الاعتداءات على المنشات عامه او منشات الناس. طالما هؤلاء قاعدين يصلوا في هذه المنطقه وقاعدين سالمين، نحاول نتصل. نعم، ولكن كلنا نتابع على الشاشه، هناك على المنصه دعوات كثيره للتحريض ضد المواطنين وضد القوات المسلحه، ودعوات كثيره للحد يعني او الدفع الى العنف، وده يمكن اللي تابعناه بعد كده ان احنا بنجد مسيرات في الشوارع المحيطه بميدان ربع العدويه بيتسبب في بعض الاحيان بالاحتكاك والاشتباكات مع الاهالي. هذا لم يحدث على سبيل المثال مع ميدان التحرير. لا حصل في ميدان التحرير اعتداء على صحفيين واعلاميين داخل الميدان، ولكن ليس من خلال مسيرات الاهالي داخل الشوارع. هم كانوا بيتضرروا بالغاز، وانا اعرف اصدقاء صحفيين قاعدين قرب ميدان التحرير والمحلات كلها هجرت لانهم مش قادرين يستمعوا ريحه الغاز اللي كان بيلقى على المتظاهرين في محمد محمود وغير ذلك، كان بيدخل لهم شوارعهم. المشكله دلوقتي احنا في طب في وهل مكان. حدث ان في ميدان التحرير شهد عمليات التعذيب اللي حصلت ووقعت لبعض كما حدث في ميدان ربع العدويه؟ اولا التعذيب تم كتير، ده ناس اتقتلوا في ميدان التحرير في محمد لا هناك اشتباكات فادت الى وفاه، ولكن هناك فرق ان يدخل الاحد من يثبت ذلك؟ لا، هناك الكثير من التحقيقات اثبتت ذلك، وهناك من بين نار التحيات دلوقتي حضرتك يقول ايه؟
طبقا لتحريات الامن الوطني وتحريات مش عارف ايه كذا كذا، بدات النيابه العامه تنشر تحقيقات في كذا كذا. احنا رجعنا تاني حضرتك، هناك اعترافات حضرتك، هناك اعترافات من احد من اعتدي عليهم في ميدان رابعه العدويه لصديق الذي توفي هناك اثر التعذيب، شهد انه تعرض للتعذيب وان زميله تعرض ايضا للتعذيب حتى الوفاه على شاشات التلفزيون. نحن نقدم الشخصيات اللي عملوا زي ده يحاولوا النيابه العامه، وهناك ايضا المتهمين بالفعل تم القبض عليهم. يحل النيابه العامه من يرتكب اجراما، هذا بالفعل قائم، لم يرتكب اجراما عليه ان يحل النيابه. زي ما احمد سليمان قال ايه؟ قال ان القضيه الان ما اللي هي قضيه قتل 75 متظاهر في المنصه. قال القضيه الان امام القضاء، القضايا يجب ان تصار امام القضاء. يعني انت مش شايف ان احنا كده بنخلق دوله جوه الدوله؟ يعني ايه دوله جوه الدوله؟ يعني لما رابعه هنا احنا مش غزه، احنا مش غزه كلام منفصل، ده رابعه اشاره مرور يمكن تغاديها وتفاديها. انا شخصيا انا كنت عندي حاله في المستشفى، في احد المستشفى قعدت 18 يوم في المستشفى، وكنت دايما اروح مكرم عبيد في المستشفى من شارع مصطفى النحاس. ممكن المنطقه كلها الالتفاف حواليها، لكن انا عندي ميدان التحرير ميدان سرة البلد، لو ما دخلتش ميدان التحرير ولو اتقفل بيقفل البلد من اولها لاخرها. لكن انا عندي رابعه دلوقتي ممكن تقضيها لانها منطقه مساحه واسعه، ممكن الالتفاف حواليها في كافه الطرق. ايه اللي يخليني استخدم العنف؟ وده احنا مطالبين بحل سياسي. ويمكن ده برضو اللي هياخدنا للموضوع اللي بعده اللي في الصفحة السادسة، وهو تحقيقا حول الاعتصامات ومدى سلميتها ومدى أحقية السلطات في فض تلك الاعتصامات. ونقرأ: الاعتصام بين السلمية وتهديد أمن الوطن. المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تقول حق مكفول بشرط سلميته وعدم مخالفته للقانون، وأمريكا تحرك الاعتصامات اللاسلمية تحت مسمى الفوضى الخلاقة للتدخل لحماية مصالحها، والدول الديمقراطية تعاملت بحسم مع العنف لمنع تعطل الدولة. نيجي الموضوع من المنتصف. أمريكا بتحرك الاعتصامات اللاسلمية. أمريكا أولا يعني إحنا أنا شخصيا ليا عدة قضايا منتهف في قضايا كتير، لما كنت عامل ملف كبير عن التمويل الأجنبي للجمعيات الحقوقية. للأسف ما بتتحركش الآن ولا بتعمل تقارير عن القتل، حالات القتل أو التعذيب اللي يتم هنا أو هناك. دي كلها معظمها ممول امريكي، ممول من امريكا وممول من الاتحاد الاوروبي. وللاسف ان الدوله فضلت يعني تراعي هذه المنظمات عده سنوات، وبعض ما اكتشفنا بعد الثوره 25 يناير ان بعض المسؤولين والضباط كانوا بيحصلوا على اموال من هذه الجمعيات لان للتغاضي عن انشطتها، حتى اللي ما كانش بدون بدون ترخيص زي مثلا المعهد القومي الجمهوري وغير ذلك وفريدم هاوس، كلها انشطه كانت اصلا في تصب فعلا ضد الامن القومي المصري. ولكن نحن نعلم ان حقوق الانسان من ضمن بنود حقوق الانسان ان حقه في التظاهر، ولكن دون ان يلحق اي ضرر بالاطراف الاخرى والمواطنين، وانهم يعيشوا حياتهم بالصوره الطبيعيه. هل سكان رابعه العدويه وباقي المصريين الذين يريدون يعني الذهاب الى منطقه رابعه العدويه والمحيط، هل هذا لم يسبب لهم اذى؟ اعتصامهم لهذه الفتره الطويله لم يسبب لهم اي اذى؟ انا اقول لحضرتك، هل انت وفرت البديل للناس وقلت لهم تعالوا تظاهروا هنا ما تظاهروش؟ لا يعني انا دلوقتي انا لما اجي انا دلوقتي قدام انا في الوفد نفسي، لما حصل اضراب عندي في الوفد فصل رئيس تحرير الاستاذ سيد عبد العاطي من كذا سنه من قبل الثوره، وقمنا خمس شخصيات من الجيران عملنا اضراب، قلنا للجريده وفر لنا مكان داخل الجريده، وقعدنا مضربين داخل الجريده خمس ايام اكثر من سبعه ايام لغايه ما وصلنا لحل سياسي. لكن لو استعملوا معانا العنف زي ما حصل في الوفد برضه 2006 وضربونا برصاص وانا احد الذين ضربت برصاصين في رجلي، ايه اللي حصل؟ الوفد خرب. يبقى الحل السياسي ارتضيناه 2009 وصلنا الى حلول، ان الاستاذ سيد عبد العاطي خرج بارادته، خرج المستشار وده كذا، وتم تسويه الامر. اعتقد ان الخيار الاسهل ان احنا ندور على مخرج لحل الازمه وليس اماكن للاعتصام. اعتقد ان احنا البحث عن حلول هو الحل. هو سأل بخت، انا ليه بعتصم؟ انا ليه بعتصم واعبر عن اعتصامي سلميا؟ انا ليه مطالب؟ وعلى الطرف الاقوى اللي هو بيدير حاليا ان يستجيب لهذه المطالب او يتفاوض معي يجلس معي. لكن ان احنا دلوقتي سايبين الاطراف تتباعد والقوى تتباعد والبناء تسيل، ولكن هناك عدد من المبادرات للمصالحه.
وهناك إرادة شعبية، هناك في الآخر إرادة شعبية، إرادة لها رغبة في المصالحة مع هذه الأطراف وتأمين الخروج الآمن لها، وفي أطراف تجد أن هناك دماء قد سالت لا يمكن التجاوز عنها. ده هذه المشكلة الأساسية، إن احنا نخليين الذين يحلون هذه الأمور الإعلام وبعض الشخصيات أصلاً غير الأمينة وغير الصالحة لتوسيع هذه الأمور. يعني لما يجي أدير أزمة مثلاً زي أزمة ربع، أول أمس مثلاً نلاقي الفضائيات الخاصة للأسف الشديد إنها اللي بتولع في هذه النقطة تحديداً، بعض الأشخاص يتصلون هم نفسهم، اللي اتصل بفلان هو نفسه يقول لك أنا واحد جالي من ربع عايز يضربني، واحد مستخبى عندنا، نفس الأشخاص تلاقي بانتظام بهذا الانتظام 4-5 أشخاص بيلفوا على الفضائيات، كأن هناك تنسيق ما بين هذه الفضائيات لإشعال الفتنة ما بين الجيش والشعب، ما بين المتظاهرين والحكومة، عملية منظمة. احنا هنا الكبار فين هنا؟ من يدير الدولة؟ يدير الدولة لابد أن نقعد مع العقلاء، وهناك مبادرات صدرت مثل مبادرة الدكتور العوض وغير ذلك من قادة الأزهر والشيوخ الأزهر والشيخ حسن الشافعي وغيرهم من العقلاء في هذه الأمة. الشيخ حسن الشافعي الذين لا يجلسون الآن معه، هو كان يدير ملف الأمن القومي المصري في قضية باكستان والعائدين من باكستان، ومنع دخول الإرهابيين أو المتطرفين من باكستان عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية في باكستان، درجة مستخدم للأمن القومي. الآن يرفض هذا يعني على سيرة الأمن القومي، يعني احنا ننتقل أستاذ محمد لموضوع آخر وسير العمليات العسكرية في سيناء. وفي الصفحة الثانية هناك تقريرا حول سير العمليات العسكرية في سيناء، ونقرأ فيه: الجيش يوجه ضربات موجعة للإرهابيين في سيناء، والقبض على 4 قياديين متطرفين، وضبط قنبلة يدوية قبل إلقائها على كمين الرئيسة، واستشهاد 6 مجندين وإصابة 6، والإرهابيين يلجؤون الى القنص بعد تضييق الخناق عليهم. للاسف احنا تركنا ملف سينا، هذا الملف مفتوح منذ سنوات، لعبت فيه الاجهزه الامنيه من 2007 لعبه خطير جدا، سرقنا لان كان بيديروا ملف خط خاطئه، وكانت وانا ذهبت مع لجنه الامن القومي في مجلس الشورى ومجلس الشعب عده مرات، وكانت من احسن الناس الذين يديرون هذه الملفات المخابرات الحربيه والمخابرات العامه. لكن أمن الدولة كان للأسف بياخذ رؤساء زعماء القبائل يعذبهم ويعذب بعض الشخصيات اللي فيها، ودي تركت جروح كبيرة جدا، هي اللي أفرزت أن متطرفين منهم هم على فكرة هؤلاء المتطرفين الذين يقعون في هذه المنطقة الآن هم يكفرون أي حد في الدولة، حتى كانوا بيكفروا رئيس مرسي. بس حضرتك مش شايف هناك ربط ما بين عزل الدكتور محمد مرسي وبين تصاعد حدة العنف والإرهاب في ربط مصر؟ ربط في حاجة واحدة بس، أن الجيش المصري عندما انشغل بالداخل أصبحت حدودنا أكثر مفتوحة. للأسف إحنا في بعض الناس يقتنعون أن الجيش المصري لابد أن يغير استراتيجيته، من الدكتور محمد البرادعي يغير استراتيجيته، وقالها كلامها في واشنطن بوست، يقول أن الجيش المصري يجب أن يتحول إلى يعني لا يتحول إلى صد للكيان الصهيوني هو الأساس في مواجهته، ولكنه يتحول عقيدته إلى موجة الإرهاب. وبالتالي احنا بنبادر الان من تغيير عقيده الجيش المصري ان هو امام عدو في الخارج لعدو في الداخل، ونتحول تدريجيا بهذه الطريقه. هذا يعني اننا نفتح الباب امام هؤلاء الارهابيين يتخذون من سيناء وغيرها وسيله لمحاربه نقطه الرؤيه الاجنبيه او الخارجيه للوضع في سيناء، على الرغم من ان احنا عندنا خبر في الصفحه الثالثه بتصريحات المصادر وفي المخابرات الامريكيه بتقول ان الاخوان المسلمين يستخدمون الاسلحه ضد الجيش المصري في المظاهرات. ونقرا: السي اي اي الجماعه تستخدم اسلحه ثقيله وتزعم سلميه الاعتصامات، وانصار مرسي يحملون اسلحه متنوعه وقنابل يدويه لمواجهه الشرطه، وافتعال مصادمات طريق النصر لتبرير عوده الجماعه للعنف. يعني حضرتك دلوقتي كنت بتقول ان الرؤيه الخارجيه او الدوليه لما يحدث في مصر ان الاخوان بعيدين عن العنف، ولكن احنا بنشوف ان في تقارير او مصادر للمخابرات الامريكيه بتؤكد عكس ذلك تماما. لا احنا لما نيجي نقول المخابرات الامريكيه بتقول الكلام ده، احنا نعرف ان امريكا بتلعب على الوجهين. يعني حتى حضرتك دلوقتي الموقف الرسمي الامريكي ايه؟ الموقف الرسمي الامريكي بايع، لا هو مع ولا هو ضد. يعني هو ما قالش، ما قدرش يقول مثلا الانقلاب، ما قدرش يقول ان انا دلوقتي بحط ايدي في ايد الانقلاب العسكري، لانه ما قدرش، لانه بيسوق نفسه في العالم ان هو زعيم الحريات وهو المطالب بالحريات، وكان بيدفع ملايين ليه؟
بيدفع الملايين لجمعيات المجتمع المدني عشان يعمل الشرق الاوسط الكبير اللي كان بتزعمه ويدعو له الاستاذ سعد الدين ابراهيم والمجموعه دي كلها اللي هي دلوقتي نشطه يعني نشطه الان في تأييد المجلس في دليل الانقلاب. يعني ده التغيير الاستراتيجيات اللي هم بدعوا ليها بسرعه جدا لانها بتحقق اهداف الامريكان. الامريكان هيلعبوا مع الانقلاب وهيلعبوا مع الاخوان لاخر نفس. ليه؟ ومن سيكسب في النهايه هم سيضعون يدهم في يد. ولكن في الاخر هيبقى محرك قوي للراي العام العالمي. يعني اما المخابرات الامريكيه تصدر مثل هذه التصريحات انا اصدق المخابرات الامريكيه باي سبب. ليس بالنسبه للمصريين ليس للمصريين ولكن قالت على الجيش المصري ان هو بيستخدم السلاح واطلق وقالت في كذا تقرير الاسبوع اللي فات ان الجيش المصري هو الذي اطلق النار على المتظاهرين امام الحرس الجمهوري. يبقى انا مطلوب اصدق في الناحيتين. ان هي احنا علينا ناخذ هذه التقارير بحاجه هؤلاء يشعلون النار لا نصدق الا عيننا ويجب ان نبدل نمد ايدينا ونصدق او عيننا الامريكان يصدقهم نمد ايدينا وعينينا لاخواتنا اللي هنا اللي ممكن نمد ايديهم ونوصل تصالح لان عدم يعني استمرار الحرب على ما هو عليه سيزيد اشتعاله. يعني بالنسبه ايضا للتصالح يعني هناك تقرير في الصفحه الخامسه حول فكره الخروج الامن للنظام السابق بعد الزياره الاخيره اللي قامت بها كاثرين اشتون الممثله الساميه للاتحاد الاوروبي. والصحيفه تقول على اثر زياره اشتون تغيرت الاسباب والموقف واحد والطيران الاسلامي والمدني يرفضان الخروج الامن للنظام المعزول. تعليق حضرتك. اولا للاسف ان الواضح ان التيارات السياسيه كلها يعني معظمها مغيره مع عديمة الرؤيه لحتى الان. لان ما تنسيش حاجه ان هناك غيره ما بين التيارات السياسيه المختلفه لان لا احد يتسيد الشارع. الثوره قامت بلا زعامه ثوره 25 يناير الثوره قام بها الشعب وللاسف لم يستطع احد ان يكون سيد الموقف وبالتالي كل هناك خصومات ونعرات سياسية مختلفة على عشان كده لم يحل هذه الأزمة لا حزب من الأحزاب القائمة ولا تيارات قائمة لأن كل واحد حضرتك سميني أطراف الأزمة. أطراف الأزمة العقلاء في هذا الموضوع العقلاء من الطرفين العقلاء والنخبة نخبة العقلاء في البلد العقلاء الذين لا يمدوا أيديهم لطرف ضد طرف اخر. العقلاء الذين يحاولوا يجمعوا بين الطرفين يعني الدعوه لحوار سياسي حوار لابد ان نخرج بالحوار. بدون هذا الحوار يا استاذه هذه البلد تتعرض لمخاطر لا يعلم الله مداها ولا نعرف زمنها لان استمرارها هتقعد قد ايه. لان ما البديل للحوار؟ ما البديل للحوار؟ العنف سيولد عنف الدم سيولد اذا كان هناك احد الاطراف لا يريد التنازل لابد من الحوار. الأقوى لابد أن يجلس مع الأضعف حتى لو كان الأضعف يقذفه بأفظع الكلمات. عندما حضرتك لما تتكلم مع طفل أو تتكلم مع واحد ضعيف وهو بيشتم بحضرتك أنت بتمد إيدك ليه؟ بتقعد تمد إيدك ليه تخجليه بتحطيه حتى قدام نفسه يخجل قدام نفسه على الرغم من يعني على الرغم من ده ما حصلش مع رموز النظام السابق او النظام لا حصل مين قال ما حصلش؟ كان هناك العزل السياسي قانون العزل السياسي تم بإرادة موافقة عليه تم موافقة عليه باستفتاء وايضا ما حدث في 26 يناير كان استفتاء وتصويت للقوات المسلحة بالتعامل مع العنف والإرهاب. دي مشكلة يعني احنا قواعد الديمقراطية هي المشكلة اللي احنا معرضين ليها. قواعد الديمقراطية خرجنا عليها من خلال مظاهرات. قواعد الديمقراطية عندما تمارس يجب ان تمارس عبر صناديق. عندما غير وضع دستور مورس عبر الدستور صناديق انتخابية ووصلنا اليها. اللغة الديمقراطية كان يجب ان نسقط الرئيس من خلال صندوق وكان يجب ان نسقط اي حكومة من خلال صندوق وبالتالي اللعبة في خطورتها ايه حضرتك دلوقتي؟ لو انا جبت النهارده رئيس انا لو جبت رئيس دلوقتي وتولى هذا الرئيس اي رئيس افضل شخص في مصر توافقنا عليه النهارده وعيناه وجاي النهارده هياخد قرارات حاسمه النهارده في موضوع الدعم او غيره من الحاجات القاسيه التي ستواجهها اي حكومه قادمه خلال المرحله القادمه. وجاي النهارده فئه من المجتمع 40 مليون خرج عليه. هل في هذا الوضع نقول ان احنا يجب ان نمشي؟ يبقى كل واحد هيحصل ان هو هيقعد مرتعش في مكانه زي ما حصل. اقول لحضرتك مثلا قضيه الدعم دي من سنه 2007 عملنا حناها في مجلس الشعب كل يوم كانوا يجتمعوا هنمول البنزين ولا مش يعني هندعم بنزين مش هنعمل. قعدوا يأجلوا ليه؟ خايفين ان حد يواجهوا بيها الشارع في انتخابات 2009
2010 وانتخابات مجلس الشورى، ثم الاخوان جم خافوا واجهوا المشكله اتاجلت، وكانت النتيجه النهارده ان احنا الموازنه عندنا العجز الرهيب ده مش قادرين نواجه قضيه واحده بس. نعم، بعيدا عن الصراع السياسي هناك خبر اخر ربما يعني بشرى للمصريين فيما يتعلق بقطع التيار الكهرباء المستمر. في الصفحه الرابعه نطالع تصريحات لاحد المصادر بوزاره الكهرباء حول وجود تنسيق بين وزاره الكهرباء والماليه والبترول لضمان عدم انقطاع الكهرباء، ونقرا تنسيق بين الكهرباء والماليه والبترول لضمان عدم قطع التيار في اوقات الذروه. تعليق حضرتك على ده؟ هو تصريح لوزير الكهرباء المهندس احمد امام، وهو شرح الموضوع ده قبل كده، قال ان كانت المشكله في وزاره البترول خلال الفتره اللي فاتت كانت بتديناش الغاز بالقدرات الكافيه اللي هي توفي بحاجات التوليد. اعتقد كمان الوفر اللي جه في الكهرباء خلال الفتره اللي فاتت نتيجه ان مصانع كتير ما بتشتغلش، ان المدارس مش شغاله ومفيش امتحانات، ايضا ان ناس كتير جدا بدات ترشد الطاقه حقيقه لمواجهه ارتفاع الاسعار. في ثانيا المصانع انخفاض الانتاج في المصانع ادى لانخفاض استهلاك الكهرباء حوالي 10%، وبالتالي اصبح هناك وفر. مصر الان بتصدر حوالي 25000 ميجا، ممكن تنتج 29000 ميجا وات، يعني في وفر حوالي 4000 ميجا وات. على الاقل دي تريح المحطات تقدر تعمل العمارات في الفتره القادمه، بالاضافه لدخول محطات جديده في دمها وبعض المناطق. المحطات الجديده اللي قدرت تقدر توفر وفر للطاقه. وان اؤكد حاجه برضو، ان كانت المشاكل دي نتيجه ترهل الحكومه وعدم قدرتهم على حل هذه المشاكل خلال الفتره اللي فاتت، مش نتيجه عجز حقيقي في الطاقه. كانت المواطنين هم اللي بيتحملوا. نتمنى بالطبع حكومه الدكتور حازم البجلاوي تكون قادره في الفتره القادمه على حل مثل هذه المشكلات. في النهايه بشكر حضرتك الاستاذ عادل صبري الكاتب وصحفي بجريده الوفد، ومشاهدينا الشكر موصول لحضراتكم، وغدا فريق عمل جديد، والى اللقاء. شكرا.